بديت رحلتي من الرياض، خدت كرفان، قررت ألف المملكة بطريقة مختلفة عشان أشوف تفاصيل مش ناس كتير بتشوفها، لأني عايز أركز أكتر في رحلاتي بالعادات والتقاليد والحاجات اللي مش سياحية بشكل كبير بس فيها غنية وثرية. فديت الهدف من الرحلة أن أنا أكتشف السعودية اللي أنا أصلاً كنت مولود فيها زمان. يعني أنا مولود في الطائف، وكان الرحلة دي كانت بالنسبة لي من زمان واحدة من الحاجات اللي كانت في بالي دايماً، وجي الوقت أن أنا الواحد يشتغل عليها ويحققها. ابتديت من الرياض، والنهاردة أنا هنا في المهرجان الملك عبد العزيز، وبكرة إن شاء الله النهاردة هبات في القصيم. الحقيقة اللي جابني هنا للمهرجان هو إن الشغف، قابلت شباب في الرياض قالوا لي احنا عندنا دلوقتي واحد من اشهر الحاجات اللي بتحصل في الوقت العالي واللي شغله للراي العام ولازم تروح هناك. كلموني عن اللي بيحصل وعن الشغف اللي موجود، وده كانت واحده من الحاجات اللي خلتني ان انا لازم اجي. الاهتمام الكبير والتركيز والاكشن اللي حاصل واحده من الحاجات الرهيبه جدا. انا حاسس ان هي التجارب المفروض ما تتعداش، لان الناس مش بس حابه ان هي تكون هنا وتشارك في فعالية، لا ده شغف واهتمام وعشق صراحة. القوي اللي أنا بصراحة جاي هنا عشان أعمل فيديو عنه هو الشغف، مش الشغف كمان، الهوس. يعني الناس بتخش بكل حواسها جوة المهرجان، سواء الفائز سواء الخسران سواء اللي بيزايد على عشان يكسب. النهاردة عملت لقاء مع نايف الراشحي، شفته هو متأثر بكل خطوة بسيطة، رغم ان ممكن ما تكونش احلى ابل هو بيساوم عليها، بس اهميتها عنده زي اكبر واحدة، وقاعد واخد كل الموضوع على اعصابه. فالموضوع هوس كبير جدا واكشن اكشن. كاس عالم ايه؟ مش كاس عالم، احلى من كاس العالم ملايين. الحاجة الوحيدة اللي عندنا اعرفها في مصر هي الكبدة الجملي، تروح كده كرداسة الصبح فطار تاكل كبده جمل، اوعى تروح تجربها عشان قلبك يوجعك قوي. لما تيجي تسافر تلاقي الناس دايما لما تقول عربي يقول لك جمل، كميل، كل اسماء. حتى كان في نقاش داير ما بيني وما بين حد في واحد الفنادق، يقول لي الجمل ما اسموش جمل، قلت له لا انت تعرف الجمل اكتر مننا. بس يعني هم عارفين العلاقه ديت، بس عايزين نبرز العلاقة أكتر، لأن دي واحدة من الحاجات اللي هتخلي الموضوع interesting، تخلي الناس، لأن الموضوع هالة كبيرة، وأنا شايف إن الهالة دي تستحق إن هي تطلع للعالمية وتتشاف من كل الدول العالم. من ساعة ما جيت وأنا مقدر جدا حتة الاهتمام بالموضوع، يعني إن أنت دايما كده. كان عندنا محمد منير زمان، وكلمة أنا بحب أعملها كمان في المحتوى اللي عندي، اللي هو المحلية تؤدي إلى العالمية. وشايف ان الاهتمام بموروثنا واصلنا هو الحاجه اللي هتاخدنا في حته تانية، والاهتمام اللي حصل هنا واحده من الحاجات اللي بصراحه تبسط الواحد، تخليه يحس بالفخر، تخليه يحس ان الحاجه دي مش هتندثر وهتفضل عايشه ومكمله، وهي اللي هتلدنا للامام كمان، اللي هتخلينا في قمه الامم ان شاء الله.